أحسن الله إليكم. من القصيم السائلة أم مريم تقول: ما حكم الحسد إذا كان يصدر من الإنسان؟ وما الفرق بينه وبين الغبطة؟ الحسد صفة خبيثة، صفة ذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. إذا وجد الإنسان نفسه شيئا على أخيه، الحسد هو تمني زوال النعمة. هذا هو ضابط الحسد، هو تمني زوال النعمة عن المحسود. إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك، أن يستعيذ بالله من الحسد، وليدعو بالبركة لأخيه، ويسأل الله من فضله مثل ما أعطى أخاه أن يعطيه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فالحسد صفة خبيثة وقبيحة، والحاسد إنما يضر نفسه، الحاسد إنما يضر نفسه، والحسد إنما يقتل صاحبه. فعلى من يجد هذه الصفة أن يستعيذ بالله منها، أن يستعيذ بالله من شر الحسد، وأن يدعو لإخوانه بالبركة، ويسأل الله من فضله لنفسه. وأما الغبطة فليست هي من الحسد المذموم. الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل من عنده نعمة من عبادة أو علم أو سخاء بالمال، يسأل الله أو يتمنى أن يكون مثل هذا الشخص الذي أنعم الله عليه. هذا محمود وليس بمذموم، إنما المذموم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه. أما إذا تمنى أن يعطى مثل أخيه وسأل الله من ذلك، فهذا محمود وهذا هو الغبطة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما، آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل آناء النهار، أو في لفظ آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، يعني بالإنفاق منه في سبيل الله. فمن تمنى أن يكون مثل هؤلاء فهذه غبطة، وهذا محمود وليس من الحسد. نعم.